من الأخبار أيضا سلفا كير يتعهد بإطلاق سراح السجناء. حث رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردات نزلاء سجن جوبا على التعاون مع السلطات، قائلا أنه ستتم مراجعة قضايا النزلاء الذين أثبتوا حسن السلوك، وسيتم إطلاق سراحهم عشية العام الجديد وفقا لبيان المكتب الصحفي للرئيس. وقام سلفا كير بزيارة للسجناء والعاملين في مصلحة السجون في العاصمة جوبا. وقال المكتب الصحفي للرئيس في بيان إن سلفا كير سيزور أيضا العديد من المؤسسات بما في ذلك مراكز الفرق والمستشفيات العسكرية والأطفال من أول فرق. من جانبه دعا المدير العام لإدارة السجن هنري كواج أجوار إلى مراجعة الحالات الموجودة في السجن، قائلا إن بعض السجناء قضوا فترات طويلة في السجن، وحث كواج الرئيس كير على مساعدة السجن في مواجهة التحديات التي يواجهها. وفي الأثناء حث وزير الداخلية مايكل شيانجيك الرئيس كير على بناء سجن جديد لتمكين السلطات من تنفيذ مهمتها، كاشفا أن السجن القومي مزدحم للغاية وهناك حاجة إلى مساحة أكبر للسجناء. يعني كما تعهد سلفا كير بإطلاق سراح السجناء، هذا برضه بيقودنا لنقطة مهمة جدا بأنه دولة جنوب السودان هي على مشارف يعني استقبال عام جديد مختلف تماما، يعني كما ذكر حتى في قضية السلام سابقا يمكن تحدثنا عنها، والآن سلفا كير يتعهد بإطلاق السجناء يعني مع العام الجديد. نتمنى أنه يعني العام الجديد يشهد تحقق السلام في دولة جنوب السودان، اللي هو السلام بينسحب حتى على السجن. نعم. لو شفت يعني أنه مثلا هو الدعوة لزيادة السجون طبعا دعوة يعني ما بتقدر تقيف معها من ناحية إنسانية كده وأخلاقية، ولكن سجن جوبا هو كان يعني كان سجن ولائي، يعني الآن أصبحت دولة هي، وفي وجود في عدم وجود الاستقرار وفي عدم وجود، والدولة كانت ناشئة وعدم ترابط المجتمع بشكل كامل، بتكسر الجرائم كثيرة وبتلقى رقبتك أنك أنت محتاج للسجن حتى لمصلحة الشخص المسجون ذاته حتى لا يتسبب في إهلاك نفسه. فنتمنى أنه كثير من السجناء يطلق سراحهم في دولة جنوب السودان، ونتمنى أنه حتى الناس السجن ما يحتاجوا لسجن اخر بعد تحقق السلام. ان شاء الله. الى اي مدى يمكن نقول انه يعني الاوضاع واستقرار الاوضاع في جوبا هي طبعا اكيد مرتبطه باستقرار الاوضاع في السودان او شمال السودان، باعتبار انه الدولتين بهم علاقات، يعني الى اي مدى ممكن نقول الاستقرار قد يؤثر ايجابا على شمال السودان في هذه المرحله الانتقاليه المهمه؟ ما في شك استقرار، لأنه حتى الآن الجنوب والشمال أو جنوب السودان ودولة السودان هم الانفصال انفصال سياسي غالبا، لكن لم يحدث ولن يحدث انفصال مجتمعي. فالحركة السالبة في أي من المنطقتين بتأثر على البتاع. وأنا أتوقع أنه السلام في جنوب السودان حين تحققه مصحوبا بالسلام في هوامش السودان، في دارفا يعني ما يسمى يعني بالهوامش في المناطق اللي فيها كفاح مسلح، ده يعني يفعل الحركة التجارية والتنموية في الحدود والمصالح المشتركة والسلام المشترك.